شادة عبد الرحمن صورك يعني شهود عيان على كارثة على وشك الوقوع يعني حكمة وتدخل المرقدين واحد الباخرة مسمى عندالي التابعة شركة الصيد في نفس المكان ربما واللي كان في السابق مدخل ديال البوابة ديال الميناء ولكن المسؤولين يعني الجهة المعنية اللي توجهت لها مجموعة رسائل مجموعة احتجاجات سواء من مجالس البلدية سواء من المهنيين سواء من المواطنين سواء من البحارة على أن المدخل خاصو يعني تم إفراغ الرمال كمية كبيرة من الرمال والوقت كتكون يعني الصيف وكيكون الوقت مناسب أنهم يفرغوا هذه الكمية من الرمال يعني المسمى بالدراكاج ولكن للأسف الشديد على أنه كما قلت سابقا كان ممكن أنه واحد كارثة أخرى إلى جانب هذه الكارثة اللي ورانا ديال ناقلة البترول سيلفر واللي كيبان على انها ما غاديش تخرج من بلاصتها على اعتبار انه استعصى على المنقذين او ان هناك يعني سؤال غامض علاش جاوا مجموعه من المنقذين جات المروحيات جاوا المختصين ولكن لحد الساعه مده 48 ساعه لم يتم انقاذ هذه ناقله البترول اللي فيها خطوره كبيره هي محمله ب 5000 طن ديال الغاز الفيول واللي ممكن لا قدر الله اذا تسرب انه غيتسبب في كارثه ليس للميناء طنطا ولكن الممتده من ميناء طنطا مربع مع حسب مهنيين الى حدود مدينه الداخل هذا الشيء اللي كيهدد الثروه السمكيه من هذا المنبر كنوجهوا نداء مستعجل على انه البوابه ديال الميناء يجب ان تقفل ويعني تبنى ميناء اخرى لانه المسؤولين كيتهربوا على ان المشكله ماشي من البوابه على انه عادي جدا مجموعه البواخر كتولج للميناء ولكن بصعوبه وحنا كنسميوها بوابات الموت ومقبره البواخر والاشخاص لان كاين في الذاكره ديالنا على ان مجموعه من البواخر انقلبت بمدخل الميناء وتبدات خسائر ماديه وبشريه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المشكل ديال المرسل ديال طنطان معروف المشكل ديال طنطان الناس غوتات ودارت سموغ اكثر من 10 سنوات هذه الناس كتغوت كاين مشاكل في الباب ديال طنطان كاين مشكل ديال الباب ما كاين ماشي هو هذاك خصو يتصلح خصو يتقاد وكاين مشكل ديال الدراكه ديال الرمله اللي كتدخل المرسل ديال طنطان كتجي الدراكه كتحيد شويه كتمشي كيجيو الناس كيوقعوا في مشاكل هذاك الشيء وهذاك الشيء اللي هو اللي كتشوفوا دابا راه المشكل ديال الرمله هو اللي دار هذه المشاكل هذه والشروط اللي دخل دابا حتى هو ما كاين حتى 10 دقائق دابا حتى هو حرت وكيتبان لكم الرمله من هنا يعني الناس اللي مسؤولين على سمو خصهم يصلحوا المرصى خص الدراكه تبقى هنايا خص واحد الدراكه تبقى في المرصى ديال طنطان ديما وتبقى الدراكي وتحيي الرمله يعني المشاكل اللي كاينه شي كيقول البيلوت شي كيقول الكوموندو شي كيقول هذاك الشيء ماشي مشاكل اسمو دخلوا الكوموندو دخل لنا دي باطو في الاحوال الجويه اكثر كرف من هذه ودخلوا لي شالو ودخلوا الباطوات ودخلوا كلشي وجينا مزيان كيرجع لك شي الاسباب يعني الاسباب ماشي ديال الكوموندو ولا ديال الكابيتان ولا ديال هذا الاسباب ديال الرمله والباب ديال المرسى خصو يتصلح وخصو يتقاد هذا الشيء.